طلاب وطالبات ميدل وان، معاكم ميس أسماء. هنتكلم النهاردة عن الدرس الثاني في الجغرافيا، مجموعتنا الشمسية. المجموعة الشمسية بتتكون من الشمس وكواكب المجموعة الشمسية وعددهم 8 كواكب. أول حاجة الشمس، هي النجم الوحيد المضيء في مجموعتنا الشمسية. طبعا في نجوم كتير في الفضاء، لكن النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية هو الشمس، وهي عبارة عن كرة ملتهبة تشع ضوء وحرارة. الشمس نجم متوسط الحجم وبتساوي مليون مرة حجم كوكب الأرض، مع إنها مش من النجوم الكبيرة الحجم، بس متوسطة قد الأرض مليون مرة. متخيلين الفرق ما بين الشمس والأرض قد إيه؟ كمان بيقولي إن الشمس هي أقرب النجوم إلى كوكب الأرض. يجي لي سؤال يقولي بما تفسر الشمس مصدر الحياة على كوكب الأرض؟ ليه الشمس مصدر الحياة على كوكب الأرض؟ الإجابة لأنها تمد الأرض بالضوء والحرارة، يبقى الشمس بتدينا ضوء وحرارة. ده بالنسبة للشمس. كواكب بقى المجموعة الشمسية الثمان كواكب، قال لي الكواكب دي بتدور حول الشمس من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة. يبقى تاني، الكواكب بتدور من الغرب إلى الشرق. الطريق اللي بتدور فيه الكواكب بيبقى اسمه مدارات أو أفلاك، وبتكون بيضاوية الشكل. الكلام ده أنا أخدته الدرس اللي فات. طيب كواكب المجموعة الشمسية دي ما بيحصلش ما بينهم تصادم؟ مفيش كوكب من الثمان كواكب بيخبط في كوكب تاني؟ قال من قدرة ربنا سبحانه وتعالى إنه خلق كل كوكب بيدور في فلك محدد هو المدار بتاعه، لا يميل ولا ينحرف عنه. يعني كواكب المجموعة الشمسية بتنقسم إلى مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية. مجموعة الكواكب الداخلية هي الكواكب الأربعة الأقرب من الشمس، اللي هم عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. مجموعة الكواكب الخارجية هي الكواكب الأبعد عن الشمس، علشان كده بتتلقى كمية ضئيلة من الطاقة الشمسية، يبقى الكواكب دي بتصل لها كمية قليلة من الطاقة الشمسية لأنها أبعد، اللي هم المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. كواكب المجموعة الداخلية كواكب صلبة مكونة من مواد صخرية مشابهة للأرض، علشان كده بيطلق عليها اسم الكواكب الأرضية. يبقى تكوين الكواكب ده، الكواكب الداخلية دي، شبه تكوين كوكب الأرض، عشان كده قلنا عليه كواكب الايه؟ الأرضية. لكن كواكب المجموعة الخارجية بتتكون معظمها من مواد غازية. هنلاقي ان كواكب المجموعة الداخلية احجامها صغيرة والمجموعة الخارجية احجامها كبيرة. المجموعة الداخلية سريعة الدوران حول الشمس، طبعا لقربها من الشمس فبتدور حواليها بشكل اسرع، والمجموعة الكواكب الخارجية بطيئة الدوران حول الشمس طبعا لبعدها عن الشمس. ما بين كواكب الداخلية والكواكب الخارجية بيوجد عدد كبير من الكويكبات الصغيرة اللي بتاخد شكل حزام زي الصورة كده، تسمى حزام الكويكبات. يبقى بيفصل بين كواكب المجموعة الداخلية والخارجية حزام الكويكبات. طيب يجي لي بقى سؤالين مهمين. السؤال الأول بما تفسر يطلق على المجموعة الداخلية اسم الكواكب الأرضية. ليه بيطلق على الكواكب عليها الكواكب الأرضية؟ لأنها مكونة من مواد صخرية تشبه الأرض. طيب السؤال الثاني، ما النتائج المترتبة على بعض كواكب المجموعة الخارجية عن الشمس؟ إيه اللي حصل لما كواكب المجموعة الخارجية بقت بعيدة عن الشمس؟ أصبحت تتلقى هذه الكواكب كمية صغيرة من الإشعاع الشمسي، وهو الكوكب بعيد عن الشمس وبالتالي الضوء اللي وصل له من الشمس قليل. بيقول لي بقى إن كواكب المجموعة الشمسية دي أصلاً كانوا 9 كواكب، وكان فيه كوكب بعد نبتون اسمه كوكب بلوتو. لكن عام 2006 أعلنوا في أحد المؤتمرات العلمية خروج كوكب بلوتو من مجموعة الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية. طب كان إيه سبب خروج كوكب بلوتو؟ قالوا لأنه مختلف عن باقي كواكب المجموعة الشمسية، مش شبه الثمان كواكب التانية من حيث الخصائص والدوران حول الشمس.
هنبدأ مع بعض دلوقتي في مجموعة الكواكب الداخلية. أول كوكب هو كوكب عطارد. أول حاجة، مدة دوران كوكب عطارد حول الشمس 88 يوماً أرضياً. يعني إيه؟ يعني لو فرضنا إن كوكب عطارد بدأ من عند نقطة معينة ومشى في المدار بتاعه حول الشمس، هنلاقي إنه هيرجع للنقطة دي تاني بعد 88 يوم، وده معناه إن السنة على سطحه 88 يوم. طبعاً عطارد هو أول كوكب، وبالتالي هو أقرب كوكب إلى الشمس، علشان كده هو شديد الحرارة، وكمان هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية حجماً. تاني كوكب هو كوكب الزهرة. مدة دورانه حول الشمس 225 يوم. نقول تاني، يعني لو كوكب الزهرة بدأ من عند نقطة معينة دورانه حول الشمس، علشان يرجع للنقطة دي تاني محتاج 225 يوم. من أهم مميزات كوكب الزهرة وجود غلاف غازي متماسك كثيف حوله يصعب اختراقه، يعني كأن الكوكب مغلف بالغازات. طيب هل الغازات دي ليها تأثير؟ قال لي آه، الغازات دي بتخلي من الصعب اختراق الكوكب ورصده من الفضاء، وبالتالي من الصعب تحديد مدة دوران الكوكب حول نفسه. يعني مثلا احنا عارفين كوكب الأرض بيدور حوالين نفسه كل 24 ساعة، طيب كوكب الزهرة محدش قدر يحدده بسبب وجود غلاف غازي سميك حول كوكب الزهرة. كوكب الزهرة بيسمى بتوأم الأرض. طب ليه؟ بما تفسر يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض؟ الإجابة بسبب تقاربه مع الأرض في القطر والحجم والكتلة. يعني كوكب الزهرة متقارب جدا مع الأرض في القطر، القطر دوت اللي هو الخط المار بمركز الكوكب، والحجم والكتلة. ثالث كوكب هو كوكبنا، كوكب الأرض. لما جم العلماء يشوفوا كوكب الأرض ويرصدوه من الفضاء، لقوا إن كوكب الأرض من أجمل الكواكب اللي ممكن نشاهدها من الفضاء. مدة دورانه حول الشمس 365 يوم وربع، يعني السنة على سطحه 365 وربع يوم. الأرض ليه تابع واحد فقط، يعني ليه قمر واحد بيدور حوله. بيسمى كوكب الأرض بالكوكب الماء. طب يا ترى ليه؟ بما تفسر يطلق على كوكب الأرض الكوكب الماء. قال لي لأن الماء بيشغل نحو 77% من مساحته. فعلا حجم الماء على كوكب الأرض تقريبا حوالي ثلثي الكوكب. المريخ آخر كواكب المجموعة الداخلية. مدة دورانه حول الشمس بتساوي 687 يوم. المريخ حجمه أصغر من حجم كوكب الأرض ويسمى بالكوكب الأحمر. بما تفسر يطلق على كوكب المريخ الكوكب الأحمر. يا ترى ليه سميناه بالكوكب الأحمر؟ بسبب تربته الغنية بأكاسيد الحديد الحمراء اللون، يعني لون تربته حمراء لأنها غنية بأكاسيد الحديد. ثانياً، مجموعة الكواكب الخارجية. أول كوكب فيها هو كوكب المشتري. مدة دوران كوكب المشتري حول الشمس بتساوي 12 سنة أرضية، يعني المشتري بيحتاج 12 سنة علشان يدور حول الشمس. كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجم. بيجي بعده كوكب زحل. مدة دوران كوكب زحل حول الشمس 29.5 سنة، يعني بيحتاج 29 سنة ونص علشان يدور حول الشمس. من أهم مميزات كوكب زحل اللي بتميزه في الفضاء وجود حلقات حلزونية بتدور حوله لونها أحمر وبنفسجي وأزرق. الحلقات دي بتتكون من أجسام جليدية وصخرية. حجم كوكب زحل قد حجم كوكب الأرض 763 مرة. كوكب أورانوس.
بيدور حول الشمس كل 82 سنة أرضية. بيظهر كوكب أورانوس في السماء على شكل كرة ملساء لونها أخضر يميل إلى الزرق، بيبقى عامل زي الكرة اللي لونها أخضر وبيميل إلى اللون الأزرق. يشبه كوكب أورانوس في تركيبه العام كوكب زحل والمشتري، بيبقى شبه زحل والمشتري. كوكب نبتون آخر كواكب المجموعة الشمسية. طبعا كوكب نبتون أبعد الكواكب عن الشمس، فبالتالي بيدور حول الشمس في 165 سنة، بيحتاج 165 سنة علشان يدور حوالين الشمس. بيظهر في الفضاء مثل الماسة الزرقاء اللي بتشاع ضوء خافت، ضوء بسيط كده في الكون، لذلك يطلق عليه الكوكب الأزرق. ساعات بيقولوا عليه الكوكب الأزرق لأنه مثل الماسة الزرقاء. يعتبر كمان كوكب نبتون توأم لكوكب أورانوس، وطبعا لأنه أبعد الكواكب عن الشمس فهو شديد البرودة. وبكده نكون خلصنا الدرس التاني في الوحدة الأولى. أشوفكم الدرس الجاي.